السنه عشان ده الضرب يا جماعه الكاسه بتاعتي. اه الريحه الفظيعه دي. طب اعمل ايه يا عم؟ ايه ده والنبي؟ في سيخ ورنجه. كل ده فسيخ ورنجه؟ ده شويه من ده بعد ده لسه احنا بنوزع من امبارح يا محمد. بتوزعوا فسيخ ورنجه على الناس؟ طبعا. ما الفسيخ بقى في كام؟ اقل كيلو بقى ب 120 جنيه. اذا احنا عايزين بص يا محمد، اذا الناس دي ما حدش خد بخاطرها وقف معاها الناس دي هتصور. واحنا مش عايزين مصايب البلد كفايه اللي هي فيه. فاحنا بنحاول نساعد البلد ونساعد الناس وناخد بعضهم يعني، ناخد بايديهم نعمل حاجات. بس دي مسؤوليه ان انت توزعي فسيخ ورنج على الناس. ورنج دي مشكله، وده ممكن يحصل لهم تسمم ودي طرقه حديد. بس اللي بيقول يا رب وعايز خير ربنا عمره ما يضره. ايوه دلوقتي. طب انت يعني معلش، كلنا بنقول يا رب. بس انت ضامنه الفسيخ ده؟ والله احنا اكلنا منه. بص عايز اقول لك، اكلنا منه احنا امبارح. عملنا امبارح اكلنا لما وقعنا كل الاكل يعني القدر. ثواني بس، يعني انت حضرتك اكلت من الفسيخ ده اللي بتوزعيه على الناس؟ كلنا اكلنا. ابو يونس احنا اكلنا امبارح من الفسيخ ده ولا لا؟ اكلنا. وبعدين يعني ده انا محطوط في شنط بيت الام يعني. انت بتجازف بسمعتك. ويلي فين الشنطة اللي عدت بدري؟ تمام. وزعتي كم وجبة فسيخ لغاية دلوقتي؟ تقريبا 100. تمام، يعني في 100 أسرة هياكلوا فسيخ. أكتر كمان. إحنا هو لسه العدد متوسط. وما شاء الله الطبق تلاقي طبق محترم تبارك الله. بس قبل ما بنعمل حاجة بنجربها. ما بنشتريش حاجة ونديها كده. حضرتك بتحطي كم فسيخة في الطبق؟ يعني تقريبا في سيختين اللي هي تدي نص كيلو او كيلو الا ربع. هو كيلو ورنجه ده في الطبق الواحد. في الطبق الواحد. وليمون. حط ليمون طبعا. اكيد لازم ليمون. ليمون بقى غالي بقى ب 25 جنيه. هاتين ليمون. انا كمان هحط لهم ليمون يعني. تمام والله. حاجه على ساعه على غفله. تبارك الله. عايز اشوف. وبعدين متغلفه على مرتين يعني. كسرينها جامد. ماشي. الليمون اهو. مفيش بطارخ بقى بالمره؟ في جوه بقى. لا ده كده بقى افكار بقى. لا ما مش كده افكار يا محمد. بص عشان دي تبان فيها الليمون. وده الليمون اهو. هو الليمون كمان غلي. حطيه في الثلاجه. حطيه في الثلاجه. طب اقعدوا. طيب كل سنه طيبه. ورنجه هاجي نقول لك احنا ايد واحده ووطن واحد.